رجعنا مع عبدلي الشو تايم، رجعنا بعد فاصل صغير، رجعنا بعد فاصل صغير. عربي قدم لنا الضيف متاعنا. إذا ليديز اند جنتلمان، حضرة السادة الفاضل، ما زال لقاؤنا بكم يتواصل يستقبل معهم بكل شغف فنانا لامعا ونجما شامخا صادعا في سماء أغنية الراب. نسب متابعة ومشاهدة خيالية على السوشيال ميديا من خلال نجاحاته الكبارة التي لامست كل أعماله بدون استثناء. إلى نوليكم أمينيم تونس ودريك العرب، نجم نجوم أغنية الراب، ذا برنس أوف راب، منور يا سمو الأمير. نمبر ون. برافو عليه، برافو. نوش حوير. صفا. صفا. يعطيك الصحة، يقعد صاحبي يقعد. عايشك. صفا وينك بابا؟ الحمد لله. صفا أمورك باية؟ لاباس الحمد لله. نحن اليوم فرحانين اللي انت تلانسيت البروجي بتاعك معانا هنا في عبدلي شو تايم، والتيتر هذايا اللي هو اول تيتر في البوم بتاعك الجديد. التيتر هذايا باش يكون تراك الاول، معناها الاكستري الاول من الالبوم تاعي الجديد بالانس البوم، وان شاء الله يلقى حظه. التراك هذا كان كولابوراسيون مع اسوساسيون نتاع ولا ويكاند، الاسوساسيون هذيا تاع العنف ضد الاطفال، فهمتني؟ وجبنا معنا اوركستر، معناها دخلنا اوركستر في الموزيكا، صار كيما المارياج تاع موزيكا، معناها بين الراب وبين أي. بين الموزيكا معناها السيمفونيك. و هذا انا بيرسونيلمون كي شفت الكليب، خاطر ما نعرفوش انا بيدي توا شفته، ما شفتوش في الكواليس، وتفاجأت بانه علي قاعد اليوم نحسه فما إفور كبير ياسر يعمل فيه باش يطور، وفي نفس الوقت يقعد محافظ على الببليك نتاعو والستيل نتاعو، وعلى الببليك اللي يحب الراب واللي حب عليه لو ميم سوكسي، لكن وميم طون ياخذ لو ريسك باش يخدم مع اوركستر سامفونيك كيف النكاية، اللي هو لو مارياج ماهوش ساهل، ما راهوش برشا في الراب، قليل وين تعملت في الراب. ما فماش ريسك، ما فماش سكسي، فهمت؟ ولازم ديما واحد ديما نحب نشوف حاجات في روحي، حاجات اخرين، فهمت؟ ابار لي الموسيقى، ابار الراب، لازم ديما نحاولوا نطوروا فيها الموسيقى هذيك، ما تقعدش محصوره معناها في الكادر نتاعها، فهمت؟ ما تخافش جمهورك يدور عليك، لا يقول لك دخل كنا في تريب نتاع تفزعيك ودنيا وريق، واحد نلقاو روحنا ليه نسال انا راهو مش معناها ليه شوي بوم ما كناش في كيف التريف تاع تسعي تي ليه كوماش بيك تعس عليا ودنيا واحد يا ذاك شفت اليوم نلقاو ميوزيك كلاسيك ودوسيريت نلقاو ميوزيك كلاسيك. التيم تاع الغناء كان موتيفاسيون 100%، فهمت؟ اسمها موف الغناء تاع تحرك قوم، فهمت؟ دونك كل مره كيفاش، كل مره موضوع هذا الميساج نلقاوه في شدوره. موزيكتك ديما تحب تموتيفي هكا العباد. المره هذه كانت معناها موجهه اكثر، فهمت؟ كنت ديما ميساج مخبي تلقاه في الغنايه، فهمت؟ المره هذه كان ميساج ديريكت موتيفاسيون للعباد، للعباد اللي في ضيق، للعباد اللي في غسره، للعباد اللي في ديبرسيون، للعباد الناس الكل، فهمت؟ دونك انا حسيتها وعشتها الاغنيه هذه قبل ما نسجلها، معناها قبل ما نعملها، وخرجت بالريزلتا هذا. كليب هذايا كان بتعاون، الخدمه هذه كانت تعاون تاع مع ولا ويكاند اسوسياسيون تخدم في خدمه مزيانه للي جون، وجاونا لهنا قبل نعرفوه. كيفاش كي صارت، كيفاش صار الكونتاكت، كيفاش نسقتوا، كيفاش صارت الخدمه، وشنو هو الاوبجيكتيف سورتو؟ كلموني كونتاكتيني لطفي حمادي عن طريق صاحبي صدري، كلموني قالوا لي نحبوا نعملوا ان بروجي فيه معناها كيما نقولوا هيب هوب سيمفونيك، هو فما لو كونسيبت هذا فما في فرنسا، بدا في فرنسا هو الكونسيبت هذا نتاع هيب هوب سيمفونيك، وقالوا لي نحبوا نعملوا حاجه معناها في التيم هذاك هنا في تونس. دونك قالوا لي كان فما بوسيبيليتي معناها نعملوا موسيقى مع بعضنا، وانا عندي الموسيقى هذه حاضره، فهمت؟ مسجله من قبل.
دونك أيوه. والفكره ديريكت عجبتك ولا قلت خمم اي فكره فيها حاجه اكسبسيونيل فهمت اي فكره فيها حاجه ماهيش كي العاده نمشي فيها طول باي باش نسالك سؤال بتتر فيسهولك كان فنان الناس تحكي على الاحداث وعلى الفازه وكيف صارت انت اليوم كموسيقي وكفنان فنان انت كيفاش كان تعاملك مع اس اوركسترا سامفونيك اللغه بعضكم الفنيه كيف صار والله سوب على الاخر خاطر انا معني اوبن برشا في الموسيقى قبلت وحكيتوا موسيقى حكيتوا درشنوها اوبن برشا اول حاجه ساعه اكثر حاجه سهلت لنا الكولابوراسيون اللي هي عجبتهم برشا الغنايه كلمات والغناء صحيح الكلمات سورتو لقاو في التيم في الموضوع في البروجي نتاعك فوالا فهمت دونك كان تقريبه برشا الحكايه سهله فهمت شنو اللي كان الصعيب الصعيب هذا السهل حكينا سير في الخدمه فما سهل وفما الصعيب اللي لازم يتخدم الصعيب اللي هو كيفاش باش ندخلوا لي انسترو معناها باش ندخلوا الكمانجيت وباش ندخلوا الجيتارات وباش ندخلوا فهمت باش ندخلوا لي انسترو في وسط موسيقى حاضره خاطر كان عملناها مع بعضنا نورمال فهمت اما موسيقى ديجا مسجله حاضره كيفاش باش تنقص منها حاجات باش تزيد منها لي انسترو نتاع الاوركستر باش تبان الاوركستر فهمت دونك هذه اكثر حاجه كانت صعيبه سينو كل شيء كان خاطر يتفرج في الكليب يتفرج في الخدمه ويسمع خدمه كبيره ممكن العباد جوست يكونسومي موسيقى يقول لك محليه حتى فيولونات وهي خدمه كبيره فما برشا عازفين فما قريب في الفيديو جاوا قريب 150 عازف في الاوركستر اكثر من 50 عازف جاوا معناها بربنا سمعنا اللي حبيت تجيب في البلاتو 150 عازف لكن ما نجمش حبيت نجيبهم اليوم ما كانوش ديسبونيبل على خاطر هما معناها ما همش موجودين في تونس وتوا عطله دونك فيك عطلة الناس كلها راحوا لديارهم فهمت هذا معناها التيتر جديد نستناو في مفاجآت أخرى في بالانس بيان سور من نوع هذايا ولا حاجات أخرى من فما شوية من نوع هذا وفما برشا مفاجآت أخرين وفما برشا موسيقى باهية إن شاء الله سنة برشا جو اسكو باش يكون ألبوم سولو كالعادة ولا باش يكون فيه دي فيوتورينغ علاش تضحك على خاطر أنا بدي في مخي معناها الحكاية خاطر بديت حاجه فهمت البوم سولو بديت حاجه نعمل فيها فهمت ما نجمش نجي توا نسيبها اون بليس فما برشا ارتيستوات يستاهلوا باش يكونوا موجودين فهمت برشا ارتيستوات يشرفوني كان يجيوني فهمت دونك ما فهمتكش سولو مخلوط الحكايه سولو الالبوم خاطر انا فيدي مخلوط فهمت نحب نزيد برشا عباد عندي موسيقى باهيه مع عباد اخرين دي فيتورينغ باهيين معني موجودين مي نحب نمشي في سولو البوم الحاجه اللي بديت فيها هذيك تقول لي هكا كانك ازيتون عليه كانك قرار خذيته لكن ممكن تنجم تبدل رايك ولا كانك خذيته من نحبش نقول لك فما فكر ما نحبش نقول لك على فكرتي نتاع المستقبل مي ينجم يكون فما البوم بعد الالبوم هذا سنه زاد الكل فيتورينغ معناها هذا سولو ان شاء الله ما فماش نو واي معناها ممكن نزيد فيه ارتيست برك ريت قلت لك حسيتك ماكش بون سولو راهو البوميتي كل سولو اما ديما فيهم كاستم انا عندي اخبار من لي كوليس ترى انت نظهر لك ما نعرف شيء عليك وانا نعرف برشا حاجه نعرفك تعرف كل شيء انت قل لي ترى فما فيتورين قاعد تخدم نحرق رانيا ما يهمنيش مع السنفره فهم صاحبي معاك مع الزنيرة فهم فوالا فهم ان شاء الله ربي سهل باش يكون في البروجي نتاعو الجمعه الداخله يظهر لي باش يهبطوا بروجي كامل داكور فيه ست غنايات بما فيهم انا في غنايه وربي سهل مش اول مره تخدموا مع بعض اول مره سجلنا قبل وما هبطش استناو حاجه خشينه فوالا هذاك علاش قلت لك مش اول مره تخدم سجلنا قبل في 2018 2017 بروجي شي على روحه وما هبطش من بعد ما هبطش استناو في حاجه خشينه بينك وبين سانفارا ان شاء الله خاطر زوز تبارك الله عليك ان شاء الله نتصور انه ديو لعبت كل تستنى فيه ان شاء الله ماهوش تابع البومك هذا لا تابع البومه هو تابع البومه هو انا ما نفرقش معناها توا حاجه استدعاني. تابع البومه هو معناها هو استدعاني في بروجي نتاعو انا باش نكون موجود باش نشاركه في غنايه في بروجي غنايته في بروجي نتاعو كالعاده كي فما هكا نورمالمون فما الي روتور ما بين لي رابور هذاك علاش فما ان شاء الله فما روتور بيان سور
مادام في التيم تاع فيتورينغ فما فيتورينغ غريب شويه باش تعمل غنايه انت ولطفي بوشناق. ان شاء الله باش يكون هذه اصعب عاد من اوركسترا سيمفونيك والدنيا. قبلته بديته فيه بروجي ولا مازلته ولا باش تعملوه ولا بدينا فكره فيه شنو؟ بدينا فيه. بديت انا من البارتي نتاعي، بدا هو من البارتي نتاعو، نورمالمون يكمل اليوم ولا غدوه، ومن بعد نتقابلوا في الاستوديو ونشوفوا فهمت انا شنو عملت وهو شنو عمل، وباش يكمل ان شاء الله البروجي. البروجي هذا باش يكون الجينيريك نتاع المسلسل الجديد نتاع عبد الحميد بوشناق اللي هو كان يا ما كانش. تحيه ليه، نحب نقول له بون شونس زميلنا وصديقنا. تحيه كبيره لعبد الحميد، يخدم في خدمه حلوه ديما عبد الحميد. انا تفرجت في الحلقه الاولى باش حطوني في التيم فهمت، باش نجم نعمل الموسيقى نتاع الجينيريك. تفرجت في الحلقه الاولى قعدت باهت، يعطيه الصحه وان شاء الله تكون الموسيقى زاده في النيفو نتاع في النيفو اللي خدموهم. كيفاش تلقى روحك تخدم مع لطفي بوشناق اليوم؟ شرف كبير، انا فرحان والله، انا فرحان برشا. خاطر جينيرالمون جماعة الراب ما يستعرفوا بحضرة، يقول خل نكمل لك جملتي. جماعة الراب مش معناها ما يستعرفوا بحد دون لو سونس اروغونس، يقول لك يا خويا نحن جمهورنا قوي ونحن اليوم توندونس ونحن العباد تسمع فينا وعنا عالمنا وثقافتنا على روحها والناس هذيا ولات هي تستحق لنا باش تعمل توندونس اليوم، ماعادش نحن نستحقوا لها. صحيح، اما هي سي دلا ميوزيك، معناها ما موزيكا حب هي ماهيش شكون مستحق لي وانا مستحق له، وانا فهمت قبل الفلوس قبل كل شيء، راه الموزيكا محبه، معناها ندخلوا نعملوا في حاجه، ندخلوا الاستوديو نعملوا في حاجه نحبوها فهمت. دونك عليه ولا يحكي اليوم كموزيسيان معاش يحكي كرابر؟ بيان سور، اي قاعدين نكبروا بشوي بشوي. بيان سور لحقت روحك قاعد تبدل. اي ممكن تقلق لي رابور الحكايه هذه؟ علاش تقلق لي رابور؟ لازم تكون اوبن، خاطر شوف لازم تكون اوبن، لازم تحاول تطور في الراب، تلوج على حاجات في روحك ما تعرفهمش، كل كو سوا شون، كل كو سوا موزيكا سيمفونيك، كل كو سوا فهمت، برشا حاجات اخرين في الموزيكا برشا. والراب يقعد موزيكا، الراب سي دلا ميوزيك، موزيكا معناها نوتات و دي انسترو وكل شيء. كيفاش قال لك لطفي بوشناق قابلته حكيته قال لك على راسي بابا عيني راك رابنا راك دنيتنا ماني وليدك؟ عبد الحميد حكى له قال لي راهو دخل شاف و معناها وعطاه الكونفيرماسيون. حكيت معاه؟ مازلت باش نتقابلوا غدوه، يدور لي باش نتقابلوا في الاستوديو. تليفون حتى شيء؟ لا غدوه باش نتقابلوا في الاستوديو. معناها كل واحد حضر تيم على روحه وما تعرفش انت معناها هو ما يعرفكش حضرت. انا نعرف هو شنو حاضر، هو باش يكون الرفران وانا باش نكون المرسوات في الوسط فهمت. لطفي باش يكون الرفران. والموسيقى راب ولا الزوز؟ انا راني فرحان برشا بالحق، نحب نوجه له تحيه سي لطفي بوشناق، وانا راني فرحان برشا خاطر انسان عظيم في الموسيقى. يمكن في تونس ولا يمكن الجيل الجديد هذا ما معناها ما فما ناس ما خلطتش على لطفي ولا ما تعرفش الفالور صحيح نتاع لطفي. اما لطفي لبرا راهو اسمه كبير برشا، معناها الناس تريسبكتيه برشا لبرا لطفي. وانا ك معناها كمزيك جي نقولوا كانسان نعمل موزيكا ريسبكتيه برشا. لطفي متفتح راهو على موسيقات اخرى وعامل جاز ومش اول مره يتعامل مع الراب، راهو عامل غنيه راب اي مع فرنساوي شو اسمه معروف كبير، اسم كبير ياسر ما نشدش توا الاسم عامل معناها مش اول مره. سامحني علي باش نسالك سؤال شخصي هكا نتاع فنانين في بعضنا. تحس روحك اليوم كي وصلت للمرحله هذه انك اليوم تلقى روحك بار رابور وفما اسيز مع جمهورك موجوده، تلقى روحك تلعب مع اوركستر سيمفونيك وتلقى روحك مع لطفي بوشناق، تحس روحك وصلت نيفو باهي فرحان بيه هكا؟ فهمت شنو نقصد؟ فهمك الحمد لله. فما ايتاب معناها في كاريرك تقول الحمد لله الحمد لله اي حاجه قاعد نوصل لها تو، راني عندي سنين ربي نخدم عليها معناها مش بارازار ولا حظ، ولا عندي سنين تو قاعد نخدم على الحاجات هذيا ومازلت ان شاء الله نحب نوصل مع اكثر. شنو الليفل اللي تحب توصل له؟ هو شو هو فماش ليميت،
الموسيقى بالنسبه للموسيقى بالنسبه للموسيقى جايه ما فماش ليميت، فما عمر اما في عمر كبير يولي يحكم فيك العمر، اما توا مازلنا معناها في الفانتين وترونتين نتاعنا جونا به فهمت. فما ليفل اخر عليه يقول انا توا ممكن العالميه، ممكن نخرج من تونس نمشي لبلايص اخرين نعمل هكا. علاش نحب نبوزي روحي في تونس بالكدا في المغرب العربي بالكدا ومن بعد علاش ليه بوتونسييل خاطر فما برشا رابوريت ومغنيين توا متجاوز بلادهم كيما في المغرب شفنا كيما برشا يمشي يطير. مازلنا في 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 تونس مازلنا في الاندستري نتاعنا مازلت مش منظمه كوم يلفو باش نجم تكبر وتمشي فهمت. معناها حتى ارتيست كيما نقولوا من امريكا ولا من الاوروب يحب يكولابوري في تونس ولا يجي يغزر لتونس ما يلقاش اندستري، ما يلقاش ناس يحكي معاهم، ما يلقاش فهمت فهمتك. ما يلقاش فما بزنس، ما يلقاش فما ميكانيزم في تونس، يلقى كل رابور قاعد وحده يتصرف يدبر في راسه. تاثر برشا بالامريكان اكثر واحد متاثر بالكولتور ايب اوب الاوريجينال نحكي لك الامريكاني خاطر نسمعوا ياسر بعضنا التونسي معناها اليوم الراب تونسي تلقاهم يعرفوا لكن هو ياخذوا من هنا من بعضهم ياخذوا من التيرا من لوكا. انت نحسك هكا تاخذ باكثر من كولتور الامريكانيه خاطر مغروم برشا تقشش من غادي كما نقول كل شيء كل شيء من غادي انسبيراسيون من غادي. معناها وصلنا حتى نشوفوا لي سورس نتاعهم معناها الارتيستويت فهمت. معناها نشوف انا الارتيست من شكون الارتيست اللي مغروم به الارتيست نتاعي. معناها هنا الميور ارتيست نتاعي في امريكا مغروم بشكون؟ شكون انت الميور ارتيست نتاعك في امريكا؟ برشا انا اوبن برشا جي كول يعجبني برشا، كندريك لامار متاثر بيه خاطر انا جاتني بيريود 2014 ل 2016 فما جينيراسيون جا فيها كندريك لامار، جا فيها دريك، جا فيها بيك شان، جاو فيها برشا عباد فهمت، جاو جينيراسيون مع بعضهم كما نقولوا هما اللي كانوا النقلة من الموسيقى الهيب هوب القديم للهيب هوب الجديد. باش نسألك سؤال سر ما بيناتنا ترى مش سر كل الحاجات اللي عملتهم في بال بيهم حتى حد ترى. فنيا ما يهمنيش حياتك والدنيا وامورك، حاولت تتصلب واحد منهم هكا كيما مثلا توا برشا يمشيوا شو اسمه اللي يعمل في الفيوتورينج معاهم تعطيه درا قداش يبعث لك غنيه شو اسمه سنوب دوغ حاولت تتصل هكا بناس تعمل معاهم فيوتورينج تبعث هكا غنيك تقول له راني رابر تونسي جو هذاك. اتصل بيا مره اتصل بيا مره تحكي بالحق والله بروديكتور امريكاني روني جي اسمه نجموا يدخلوا يشوفوه العبيد خادم معناها هيتات كبار مع ارتيستوات كبار في امريكا بريسك مع الناس الكل خادم موسيقى طلع في بعثوا له كرهبه للدار باش تهزوا للمطار ماشي مع كاني ويست لاوغندا. باهي كي طلع هو في كي طلع في الكهرباء شوفير تونسي حاط موزيكتي فهمت قعد يسمع قالوا شكونوا هذي قالوا شكونوا هذا قالوا راه تونسي فروم تونس ورانا نحبوه برشا وهذا رانا نحبوه في تونس ودرا شنو قال اعطيني انستغرام وتو خذا انستغرامي وبعث لي ميساج في الانستغرام قعدت نهارين ما ريتوش كان جا واحد بعث لي راني شفته الوقت كان جا واحد تونسي بعث لي راني شفته الوقت قعدت نهاري ما ريتوش طلبني طفل من امريكا كلم كان كوزانيت كان طفله بعثت لك راك حليت بالوقت راني حليت بالوقت كلم هو كوزانيته لهنا في تونس اعطاه دبروا نمرويا مدوا له نمرويا طلبني هو من امريكا قال لي حل انستغرامك راهو فلان فلاني بعث لك ميساج بعث لي وحكيت معاه قعدنا نحكيو الحاجه اللي لفتت معناها انتباهه برشا اللي نحن في تونس انا مانيش مصحح مع لابيل كيفاش قال لي تخدم في الكليبات هذوكم وفي الموسيقى هذيك او انت وحدك في الهواء وحدك جيت نقول له يا اخي كنت جيت تشوف انت تونس لهنا كنا بلاد كل واحد كل واحد وحده هكا حكينا شويه ان شاء الله باش يكون هذا حبيت نعرف فما حاجه فما بروبوزيسيون ان شاء الله فما لازمني نمشي غاديك يمشي اش عندك ان شاء الله عندي تو شويه خدمه عندي التزامات عندي التزامات عندي كلوب نغني فيه كل نهار احد معني عندي التزام عندي كونترات معاهم ما نجمش فهمت لازمني نشوف عندك كلوب في تونس تغني فيه؟ اي معناها تمشي كل نهار لحد تغني؟ اي عندي كلوب في قمرت كل نهار احد نغني معناها الجمهور يمشي يتفرج فيك؟ اي باهي خارق العاد كل نهار احد فيكس غاديك
وجاهم مش شنو اللي دخل اكثر للرابور خدمه بتاع لي شوكيس هذا يتعم فيهم ولا اليوتيوب زوز بهين اما بون اليوتيوب وستريمينغ كتاب كي يبدا رابور يعم في برشا فيوت فهم بصراحه شكون اقوى رابور تونسي اليوم ما فهميش اقوى رابور تونسي سؤال قديم برشا لكن حتى واحد ما جاوبني يعني بلتي نقدروه نحبوه الناس الكل كبرنا على مزيكته تحكي عليه كانه راجل كبير بوك قريب تقول له يا حاج معناها تنجم تقول الحاج بلتي ليه ماهوش الحاج مازال يعمل في موزيكال تو بلتي نقدروه خاطر انا يا رابر خشين يا ليش شنو نقدروه يا رابر خشين بيان سور ما فيش كلام معناها خاطر انا صغير علاش ما تتعب انا عمري 12 ندخل سال جون علاش مثلا انا كيقولوا لي شكون احسن ممثل اليوم نقول لهم فتحي الداوي ما نجيش مثلا نقول فتحي نقدروه قولوا لي علاش ما تقولش كمال تويتي فما فتحي الهداوي فما كمال تويتي فما سفيان الشاري فما لا لازم نبدا بالنسبه انا فاطمه سعيدين فما انت فما برشا عبيد بالنسبه لي انا مثلا انا وجهه نظر بتاعي فتحي الهداوي في الوان منشو مثلا نقول اكثر واحد خدم واكثر واحد عمل سكسي بالنسبه لي انا هو لمين نهدي فهمت ما نحطش روحي فهمت كيفاش بلتي. تك فوالا خاطر والبلتي رجع بلتي اطول الباركور في تونس تاو ما ينسبيريكش ينسبيريني الذكاء كيفاش يجيب الهيتات نتاعو فهمت اما في الموزيكا ماناش فرد مش فرد جو مش فرد موندوي فهمت مي ينسبيريني في ذكاء سوبر انتيليجون في 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 الشوا نتاع الموزيكا نتاعو في كل شيء يعني يمشي للعبيد اليوم باش نسألك سؤال جاوبني يعني اليوم الراب التونسي هو الاولاني اكثر حاجه تسمع اكثر حاجه مطلوبه اكثر حاجه عندها جمهور علاش وميم طون المطربين الطربيين عندهم فلوس ولاباس عليهم بكرههم بديارهم على خاطرهم والرابرات كابتين وكاب هما كيما قلت لك الاندستري نتاعهم هما مبنيه من عام 80 المزود في تونس يمشي مزود وترب والدنيا وكل شيء نحكي لك معناها الوتري والترب والجو هذايا والكباري والعروسات وهذايا الكل يدخل لهم فلوس دي الراب اللي مدة توا في تونس راه موجود والعباد تسمع فيه اي فما دي رابور زاد ينتجوا معناها ماهوش الناس الكل ما عندهاش فلوس فهمت ما قلتش ما عندهاش فلوس قلت هذوما لاباس عليهم برشا المغنيين هم لاباس عليهم سنين ربي يخدموا معناها عندهم توا يجي شوف توا اقل وتري تتقى من عام 99 يخدم توا يغني في العروسات توا من عام 99 بيان سور باش تلقى مليون نجمو نشوفوا الراب اليوم في العروسات نجمو نشوفوا مادام موزيكا تحبها الناس الكل معناها علاش ليه فهمت استدعاوك عرس اليوم مثلا نقول لك عرس بنتي باش تجي تغني تي هكا حكينا معناها مشيت خدمت في الصيف اللي فات مرتين باك نتاع ولد صاحبي وعيد ميلاد نتاع ولد صاحبي صعيبة شوية فهمت خاطر برشا عائلات ونسى متدينين باش نعاود وجه سؤالي مش عاود وجه نبداو نتكلموا فكان كلام فهمت عائلات ورجال كبار واحد دونك ما ارتحتش كملت خدمتي ما ارتحتش اليوم نعاود وجه سؤالي تولي فما اندستري كما تقول انت يولي اليوم الراب مطلوب في العروسات وفي التورات وفي كيما قلت انت في السطح في الباك مثلا اليوم انت تتبرمج عليه ولا كلايم بيجي تدخل انت اليوم نلقاكم في عرس شمس الدين باشا بعد انت وبعد سمير لوسيف مثلا وكل واحد يهبط يعمل كنصيف ساعه نتاعو وكاشيات نتاعكم كل واحد كاشي انا نمشي نجيب كاشي راهو ما حتى في سطح في بطحه نمشي نجيب كاشي ونجي راهو باهي شوف معايا العصابه ونمشي وتوا نستقبلوا من بعضنا فادي عبيد من ولا ويكان مرحبا بيك وبيك يا عايش ولا ويكان انتم وليتوا اليوم تعملوا في الفيوتورينج مع الرابرات بالضبط مش فيوتورينج اون فيت نحكيو على بروجي اسمه كريشندو بروجي من انتاج جمعيه ولا ويكان دونك الكليب اللي شفناهم بكري هو الابيزود الاول نتاع البروجي هذايا دونك كل شهر باش يولي عندنا باش يكون عندنا ابيزود مع رابور سي ان بروجي دو فيزيون بين الموسيقى السيمفونيه والراب دونك الابيزود الاول عملناه مع علي اللي نشكره برشا تجاوب معنا بالكدا وصار الفيزيون نجحت واحنا نعتبروا اني نجحت بالكدا بين الموسيقى السيمفونيه وحتى بينا نحن كجمعيه وعلي كارتيست دونك من بعد في الشهر الجاي في مرحله ثانيه عندنا الابيزود الثاني باش يهبط
وكل شهر عنا ايبيزود. سامحني معناها باش نشوفوا برشا دي ايبيزود كيف نكاي مع بالضبط. دي رابور ها بالضبط بالضبط مش رابور. مغنيين نوع اخر ودنيا دي رابور. علاش لو شوا تاع لي رابور؟ سي ان بروجي ميوزيكال دو فيوزيون بين الموسيقى السيمفونيه والراب. هذا هو يعني دكو. اسمه كريشندو. كما قلت المشروع هذا هو من انتاج جمعيه والله ويكان، وهو الهدف منه تمويل مركز ادماج الاطفال ضحايا العنف في تونس. هذا علاش قايم لو بروجي بكله، هذا علاش برشا فنانين تجاوبوا معنا في البروجي هذا، وهذا علاش الامكانيات موجوده. وكيف ما قالوا حكيتهم بكري كنا اكثر من 150 شخص في البلاتو نتاع التورناج، بين موسيقيين بين اوركستر بين فريق تقني، يعني امكانيات كبيره برشا. في لي زابيزود اللي جايين ان شاء الله باش يكونوا فنانين اخرين كبار. دونك عندنا من خيره الاسامي في الفن في الراب موجودين معنا، كيف كيف معنا موسيقيين كبار كيف ما زياد الزواري، عندنا الاوركستر اوركسترا اللي معنا في البروجي هذايا. دونك كل شهر باش يكون معنا ان انفيتي، حتى شيء باش نوصلوا للصيف ان شاء الله إذا كان تحلت الدنيا وتفردت شوية الأمور. البرنامج أنه باش نلموا لي بروجي هذوما الكل، يعني لي سبيكتاكل بالضبط لي زارتيست هذوما الكل باش نعملوا بهم سبيكتاكل على سين واحدة، أكثر من 7 فنانين كبار. دونك باش نعملوا عليهم نعملوا بهم سبيكتاكل في سين واحدة اللي هو مسرح. سبيكتاكل ناجح برشا برشا بالضبط في مسرح كارتاج. دونك والمداخيل نتاع الحفلة هذه هي اللي باش يتم تخصيصها للمركز هذا اللي هو مركز ادماج الاطفال ضحايا العنف في تونس. علي اسكو لا بون كوز هذيا نتاع ولا ويكان هي اللي خلاتك تتحمس المشروع هذا؟ بيان سور بيان سور باش يكون سبورت معناها هذايا للصغار هذوما وسبورت للمركز هذايا، وان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله ربي يحميهم. كيفاش كانت الخدمه مع علي؟ الحقيقه باهي عاقل ناس مليح يجي في الوقت يقوم مؤخر. الحقيقه هبلكم هبلتوه الحقيقه كما قلت يتسمم عليكم بعد ساعات نتاع لا 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 خليه يجي وتعملك. الحقيقه كما قلتم بكري كان يعني خدمه تخدمت دو ا جوسكا زيد، وهو كان متفاهم معنا بالكدا ومتسهل حتى في الخدمه. صار بيناتنا كورون اللي تعدى بالكدا بالكدا، وهو اللي حتى الريزولتا بوزيتيف اللي بشوفوه من بعد في البروجي اكيد انه يرجع للفيوزيون هذه بين وضع ويكان وعلي. برافو صديقي يعطيكم الصحة، برافو ولا ويكان يعطيكم الصحة على لي زيفور اللي تعملوا فيهم، وشكرا ومرحبا بكم ديما في عبد اللي شو تايم، وبون فون كما يقولوا اي بون شانس. ميرسي شكرا. علي مدامك هكا حنين وقلبك باهي وتعاون وحكينا على الصغار، فما بنيه اتصلت بكيتس دريم وحبت انها تحضر معاك في التورناج نتاع الكليب. ساروره مرحبا بكم، كنت قد من الوغ ساره 8 سنين رابوره كما تشوف ما شاء الله يلوك نتاع راب كامل حاضره امريكانيه زادك البرونكس. ها دونك ساره بعثت ميساج على الباج عبد اللي شو تايم حبت تقابل عليه، واحنا بالزهر تحت الجمعه اللي هو يصور الكليب نتاعو، دونك عملنا لها سيربريز وهزيناها التورناج نتاع الكليب. مانيفيك مانيفيك برافو عليه. برافو لاسوسيسيون ولا كي كلمت عليه من الاول قال لك جيبها فما عرض مشكل ولا قال لك خليني وسيبني؟ لا 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 ديريكت قال لي تعس عليا وقال لك نتاع شنيه تعس عليا نتاع شنيه تكلم فيا. اه سارة ليه فرح بك عليه ولا في الكليب؟ وانت علاش تحبوا احكي لنا عاد؟ انا نحبه على خاطر فيديوهاته باهين وغنية نتاعه ودنيته كل انا احسن غنيه نتاعه كاش. او ماي جاد او ماي جاد تفرجوا في التيار ونرجعوا نحكيوا. احنا وصلنا توا قدام دار ساره بن موسى 8 سنين باش نعملوا لها سوربريز ونشوفوا شنو راح نعمل. عسلامة هذه دار ساره بن موسى. مرحبا مرحبا. ضرورة كيدز دريم اختارتك بالكاستينج باش نقول لك حلمك، شنو الحلم نتاعك انت؟ انا نشوف علي. شكونو علي؟ علي رابور. شغني هو
يغني يحبوا يجوزولي فلوس برشا غنيت اخرين. اين شربيتك تحكي لنا؟ سارة غرامها بإيه لي شوفوه في تصاوروا المعلقة في بيتها وتسمعوا في غنياته اللي حفظتهم شربة ماء. وملي سمعت بكيدز دريم باش يحق لها حلمها ما عادش يجيها النوم. انت تحبوا عليه؟ اي المغربة بي عليه وفيديوهاته وغنياته ودينته كل. وتسمع رابرات اخرين؟ نسمع رابرات اخرين اما هو اكثر واحد. انا حافظة غنياته كل. احسن غنية يحبها هو فلوسي سا فلوسي سا فلوسي سا شيري ميني اويا ديجي سا كيمي هيري اويا عمل المطار والجديد الوالي صالي والنظم موري واللبس ومن غالي حبوه اما اكثر حاجة نحب الغني معاه. سارة مغرومة برشا بالراب عندها رابرات تحبها اما مين طلع عليه ولات مغرومة بيه علقت لي البوستر بتاعه في البيت تحط ديما الكليبات تتبعوا كيفاش حركاته وكذا وكذا شنو يلبس حتى القرايه نتاعها كي تروح من المكتب تحط الكرطابه تاخذ شحنه من الموسيقى نتاعها ومن بعد ترجع تقرا دروسها وتقعد في الليل تحب تعمل كيفه تحب تلبس كيفه تحب برشا حاجات ولي تعملها في الدار. انا برتو عندي وليد ماهوش مغروم كيما هي مغرومه برشا بالحق باش تزني العاليه بالحق. انا نحب نقول له راني نحبك برشا ونحب الغني معاك. احنا توا في المدينة وبدينا في تحقيق حلم سارة بن موسى وهزيناها باش تقابل ايالي في تورناج اول كليب المشروع كريشندو اللي تشرف عليه جمعية ولا ويكان. اسلام صباح لبيه لبيه شو عاملة فيك حنين؟ مرحانة هكا تحلم بيك ها؟ وقرر لك في شيخ صدقة انت توا عينيه وكلا مقلوب خويا وراني نشوف في السجود وانا تشبه نقف كراك الموجود قدك ما عنيش الخوف نيجا فورتي شنيا طالب باش تفورتي بقي استنى في بومتي خطوة ديك بصوتي بعد ما حققنا حلم سارة وخليناها تقابل ايالي وترابي معاه حنين حبت تهدي لها كادو اكسبسيونيل باش تحضر بيه في البلاتو دي باسكيت بيرسوناليزي فيهم تصويرة ايالي من عند كيننتي اللي يعطيو لسبابتكم اون دوزيام في. قبل ما سارة تروح لدارها حنين هزتها الفرنس في سيدي بوسعيد باش ياكلوا حاجة. ان ديرني كادو بور لا روت سويت شيرت من عند سبيك سويت باش هكاك تكمل التونو متاع الراب وتحضر بها في الستوديو. ضرورة عملت جو اليوم كي تجي محققت لك حلمك فين ماشيين احنا توا؟ اوكي اوكي يا توا مش اللوت في القابل عليه والرابي راب مود اون ديريكسيون عبد اللي شو تايم. يعطيك الصحة عليه هك جينيرو باهي وقاه وحنين و فهمتني مش كيما في كليباتك علاش تعس عليا واش تحب عندي ها؟ والله نحسك ميخو عليا في كلام والله ليه مش في العكس نبربش فيك اش تحبني نقول لك خويا؟ بربي هذيك علاش تعس عليا واش بيك تبربش فيا؟ واش بتاع شنيا تعس عليا؟ كيفاش جاتك الفكرة بتاع عصوا عليك بربشوك نهارتها كي حس انا وقتها البريود هذيك قاعد نعمل في موزيكا بينك باش نعمل الفارق في الموسيقى فهمت قاعد بديت نعمل فيك اغنياتي الاولانيين اللي قاعد قاعد تاخذ بهم الديفيرونس قاعد نجيب نجبد في العبيد ونجيب في العينين فهمت دونك في البريود هذيك وليت برشا فما برشا لهوه من الدومين وبرشا قلق وبرشا وش بيك تعمل هكا وش بيك ما تعملش هكا وش بيك درا شنيا تعيس عليا نتاع شنيا خويا تليكا يعطيك الساعة مرسي حنان كان مرسي. عندك ما تقولنا كان عندك ما تحكينا دونك لاسوسياسيون ولا ويكان دونك عندنا كان انت اللي عملوا لها وريهم سبيدري كيفاش تصويرة عليه في وسطه سبيدري بيرسوناليزي بتصويرة عليه راك غير تحب على نفس السبيدري بالحق لازم نجيبوا لي منه سبيدري بالرسمي معناه انا منه كادو تو نجيبوا له كادو
ميرسي كان انت سبيك سويت اللي عملونا لي سويتشيرت عندك كادو زيد يستنى فيك لطفي وي عملوا لك واحد باسمك هكا فريندز خدينا غوتي عندهم هند بيوتي اللي عملونا لي تريس غلام لاب ميرسي غسين بور لو ماكياج فوالا ميرسي حنان كيفاش عاود تذكر كيفاش نتصلوا بيك دونك لي زونفون اونت 5 سنين و 12 سنه ابعثوا لي ميساج على كيدز دريم باي حنان في انستغرام والباج عبد الله شو تايم على فيسبوك هذوما الصغار كيفاش الكبار كبار يبعثوا لك ميساج وانت تغرب لطفي حتى واحد ما يمشي يتعدى شكرا حنان شكرا علي تشاو ميرسي بيزو صغرونا واو علي فما كوتي اخر من شخصيتك قاعدين نكتشفوا فيه اكتشفناه سيرتو كي بعثنا معاك محرس حسني شكلو في غرام ستار صياد تصطاد مش بس هو انت هو انت بتنس تكون كان صياد خذ تصطاد الكلام وتصطاد الكلمه وتصطاد الله كيف كيف تصطاد الحجله تصطاد الحجل اي ملي مانيش صياد معناها صياد مي ملي صغير كان عمي تحيه ليه ديما كان يهزني معاه المسجد وكنت نحب برشا المسجد معني انا لاشاس معني كنت نحب برشا المسجد البري وقعدت مغروم هكاك من بعد قعدت برشا ديرنيير مو رجعت نمشي مع ولد عمي مع كوزاناتي رجعت عملت صحاب في الصياده فهمت اخرين وليت نمشي هكا كل جمعه نمشي نوسع بالي نحي برشا ستريس نتاع الدنيا والخدمه وكل شيء تحس كانك كلكو بار وليت كانها مهمه الفامي وتتلم مع وتحكي على ولد عمك والعائله بالطبيعه اه بالطبيعه ماكش كل فنان كل يعيش في حياته ودنيا مو الفنان كي يعيش حياته ودنيا ديك برشا يضيع فهمت ضعت انسى تماماً اي بيان سور كانك ضعت ورجعت يضيع يضيع لي روبير نتاعو يضيع فهمت سيرتو العائله خاطر العائله باش على الفامي معني باش يعطيوك باش يعطيوك حب نظيف ماهوش محبه نتاع بزنس ولا نتاع بروفيت ولا نتاع فهمت دونك كي تعيش في العالم هذا الكل وانت تعرف لطفي تولي تستحق العبيد بالحق معني محبه نتاع عائله ومحبه ولمه وحاجات هذوك نحن ديجا قاعدين نكتشفوا فيك من كلامك ومن برشا حاجات اللي برانسيب بتاعك وهذا اهم حاجه خلينا نزيدوا نكتشفوك من غرام ستار غرام ستار مع شكل ومحرس حسني السلام ومرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله يكون الحلقات اللي فاتت الكل عجبوكم الحلقه نتاع اليوم سبيسيال شويه خاطر النبي تي نتاعنا جرح على الاخر راس ماله في موزيكته وستيلوه جو ديما بيس وديما يعصوا عليه زعما شكون النبي تي نتاعنا ايه لي Try play توصل معناها تولي معناها بروفيسيونيل في المسجد يلزمك اونترينمون معناها قاعد لازمك تمشي للكلوب وتعمل سيونس تير ونجيو حتى لهنا حتى نجيو في السيزون نجيو نستادو واور سيزون نجيو حتى نعملو فطير ونعملو سيونس تير هكا وفهمت باش نقعدو ديما موجودين فهمت ديما في الفورمه حسيت روحي راني برجونير في وسطكم راهين يا 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 علي خويا يا علي بالرسمي طلع هو اسمعني هو جو مزيان على الاخر بيان سور فيه ريسك ممكن تصور راهو قريبك معناها ويحط بالطبيعة 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 بيان سور قبل ما تتعلم وقبل ما تقرا تعرف قد ايه سلاح
معناها حتى العباد اللي تفرجوا فينا يعرفوا مش اللي يجي راه لازم بالطبيعة يشد سلاح ولا لازم يكون مغرور بالطبيعة ديزابيسي يتعلم الكل أكيد 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 ديما السيكوريتي هذيك أهم حاجة ديما سلاح الفوق تو نحن وين ماشيين تو طبعاً احنا باش ندخلوا الداخل خاطر الارنب والاحجام ما يخرجوش لان يلزمنا ندخلوا للجبل تجيك حفلة علول في النهار تاع خرجة تاع مسجد وتبدأ مثلاً مسجد تاع حجل وانت ما شاء الله نشوفناك خمسة وخميس شنو تختار؟ تمشي للحفلة وإلا تمشي للمسجد؟ نمشي للحفلة المسجد شو عملنا فيه؟ المسجد تجي نهار آخر بطبيعة الحجل ما يوفيهش اي ما فما أوقات في بالي نحس ما فهمت فما أوقات اي بالسيزون اي وفما أوقات زادة فما أوتوريزاسيون تاع باش تخرجوا مش الأوقات الكل تنجم تصطادوا فيها اي بالسيزون خاطر الوقت اللي تتكاثر فيه معناها الحيوانات يتكاثروا فيه ما هذاك ما معناها وقت اللي تبيض وتفرخ هذاك يتسكر سيزون في الوقت هذاك فهم هاي جا تو جا نعملوا دورة لهنا بسم الله ما ترجعش عليا واحدة أخرى زيد ها؟ زيد يا هذا بوك هذا والعمر يجري بيها حر فك الناس اللي تبيعه وتشري فيها ضر وقت اللازم ونحاسب عنيا كي تسكر باب نحل مية ثنية عطيونا الفن عطيونا الفن توكل على رب برا برا حروز يمشي ابدأ يسمنش انك انك تريف كل طن زيت كيلو علول حباب صاحبي نورتني 55 سنه عايش خويا ومحلى غرام عايشك محلى اللمه ومحلى الجو صراحه ما كناش نعرفوا حتى نتفرجوا فينا الكل ما يعرفوش يعني معناها اوقات الفراغ نتاعو ما يعرفوش الغرام نتاعو اللي هو بصراحه هكي انا حبيت نقول اليوم حلقتنا وفيت نورتني صاحبي في الحلقه نتاعي خويا مرحبا بيك ومرحبا بالكل ومرحبا بالولاد الكل حلقتنا اليوم وفيت مع غرام ستار نتقابل الحلقه الجايه في غرام جديد مع ستار جديد وانت تعس عليا متاع شنايه عليه في الغنايه نتاعك اللي قبل هذيا الاخره معناها الكل من كي نشوت باليسار كون متهني يس اش معناها؟ غمض عينيك معناها قولوا لي قبل ما نشوت بالرسمي هي الحكايه ولا بون انا نحكي انا حكيتها في سياق تاع كوره مي انا في يدي غوشي وفي ساقي درواتي شنو بدنك عامل هكا انت كرو كرو كروازمون بدنك كروازي كروازي باهي خويا نحن في عبد اللي شو تايم مش نتحداوك
في لعبة شوت باليسار. خويا علي ركز معي هنا، نحن رجعنا توا الجمهور يتفرج فينا، هذه لعبة شوت باليسار. نحب نقول لك انت مادامك تشوت باليسار ومادام عندك فيديو وقلت فيديو كليب وانت ودنيا وغنيه تشوت باليسار خويا، انا عمري ما كورت فهمتي. الجمهور كل شيء حاسبك على كلامك. عندنا هنا كور من غاديكا بشوتو كاست فيها 100، كره تجي هنا 100، الكره تجي هنا 500، كره تجي هنا 1000. الفوقانيين 1000 واللوتانيين 500. اي اي خاطر الفوقانيين صعب. الفوقانيين 1000 واللوتا 500 وفلوس 100. واضح؟ انت قمر وين تحب، كل واحد عنده 4 شوتات ومش بيديك. اي 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 فوالا، حاسك عندك كوره تحب تروح بها ولا كيفاه. حاجه اخرى، ريت انت كوارجي وانا عمري وكورت نربحك. عندك شانس باش تربح. نربحك راه كلاشات اللي مش تهبط لك من رابوريت الكل، ابدا من كلاي وانت طالع ولاد حونتي والناس الكل مش تهبط لك راه. هاني قلت لك تربحني زادة بشي كلاشي وكا. ما فهميش حال نعملو نيت بار. امشي ابدا انت الاول خاطر ضيفنا، شجعونا عليه. وي كعبه بكعبه. قريبه والله خويا. انا خاسر انا خاسر. شكرا صديقي علي، شكرا على حضورك معنا، شكرا على انك اليوم اخترت عبدلي شو تايم باش تلانسي فيها البروجي نتاعك كذا والالبوم نتاعك كذا. وشكرا ديكاتلون زاد على لي اكسسوار وعلى الجول والكرة ذوما. ديكاتلون ديما معنا وقت نستحقوا له في الحوايج السبور الحاجات ذوما. توما زادة تحبوا ترجعوا في فورما امشيوا للديكاتلون تلقاو مارتيريال سبوركم اللي حشتوا بيكم اللي حشتكم به الكل فهمتي شو اللي فما سيرفيس تحفون غاديكا فما كل شيء. ولا ادخلوا على السيت اللي تشوفوا فيه على الكرو علي الخليل كلمة الختام. فهمت بعد مهنتني 2000 بلاش عملت معك الباقي وفرحت بيك والدنيا اخويا. عندك الحق في ريفونش. عندك الحق عندي الحق في ريفونش. ميرسي بوكو لطفي وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. عايشك ذليتوني على 50 سنه ولا كنا نزلنا ان شاء الله كل عام قد ايه 50. كاو ميرسي الناس الكل واستنوا الكليب ان شاء الله كان باش تتعادل الحلقه تلقاها هبط ان شاء الله باش يكون هبط. وكاو تحيه للناس الكل زهروني حومتي دارنا الناس الكل فانيت بيزو.